طبعا احنا عندنا يعني افضل لعيبه في القاره، يعني ابطال افريقيا اخر نسختين، فلازم الاداء الجيد يكون دايما مصاحب للفوز، ودي الحاجه اللي بتحبها كل جماهير النادي الاهلي. مش عايزين بس مجرد نتيجه، لا، عايزين نتيجه وعايزين كمان نستمتع بمباراه حلوه، لمسات حلوه، الكره الحلوه، التحركات الحلوه، المهارات، التمريرات الحاسمه، الاهداف بطبيعه الحال. خلونا ناكد كمان ان موسيماني كان واثق وعارف كويس جدا انه معاه سكواد قوي جدا. احنا في ماتش الاسماعيلي كلنا استمتعنا بالفوز وبالاداء، يعني كان في تكامل ما بين الاثنين. وبصراحه يمكن على مدار ال 48 ساعه اللي فاتوا على التايم لاين انا ملاحظ احتفاء الجماهير بالصفقه السوبر لبيرسي تاو. الحقيقه من اول ما حط رجله في ارضيه الملعب في اول ظهور رسمي ليه مع النادي الاهلي عمل شغل اكتر من رائع. بس زي ما تعودنا كالعاده لازم نقفل صفحه الاشاده والاحتفاء ونخلي بس ثقتنا المستمره في فريقنا ودعمنا ومساندتنا للعيبه وللجهاز الفني. طبعا مشوار الدوري احنا لسه بنقول يا هادي، فالمشوار لسه طويل وعايزين بيرسي تاو يسجل في كل مباراه يشارك فيها، وباذن الله يعني ان شاء الله من المتوقع انه يسجل النهارده كمان. بس عايز احذر من قوه فريق البنك الاهلي، فريق متماسك الى حد كبير، عمل ماتش قوي جدا قدام طلائع الجيش وكسب بنتيجه 3-0، ومفيش ماتش الموسم ده نقدر نقول عليه انه ماتش سهل. وافتكر الجهاز الفني واللعيبه عارفين الكلام ده كويس، وبالتالي يعني اعدوا العده لهذا الامر.